الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية، 33 درجة مئوية الملموسة، 31 الرطوبة منخفضة حوالي 18%، والرياح تكون معتدلة أسرع. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك 36 إلى 23، عرعر 33 إلى 19، مسكاكة 34 إلى 20. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، طقس حار 42 إلى 30، مدينة جدة 37 إلى 29، مكة المكرمة 42 إلى 31، أما الطائف فرصة ضعيفة لزخات العديد من الأمطار 30 إلى 22. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا فرصة ضعيفة لزخات من الأمطار في كم من أبها والباحة 28 إلى 22 في الباحة، أبها تسجل 30 إلى 19، أما جازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية غبار خفيف في الدمام 35 إلى 27، حفر الباطن 35 إلى 23، أما الإحساء 37 إلى 24. المنطقة الوسطى الرياض 37 إلى 25، بريدة 38 إلى 24، أما حائل 34 إلى 21. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.